السلام عليكم عشاق بوكو. بوكو اف 4 5G الشركة تكشف رسميا نوع المعالج المستخدم في الهاتف وكشف أبرز المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف الرائع، هاتف بوكو اف 4. كل هذا وأكثر شفاء شاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو أعزائي الكرام. ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة، لأني صراحة هذه تقريبا 10 سنوات وأنا في هذا الميدان، في ميدان التقنية على اليوتيوب، وأكثر لدي أكثر من 1200 فيديو وما زلت أقترب من 50,000. لذا أطلب منكم فضلا وليس أمرا الضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختار الكل أو توت أو أول وتابع الفيديو حتى النهاية. كشفت العلامة التجارية بوكو على حسابها الرسمي الهندي على موقع تويتر بأنها ستطلق هاتفها الذي يعرف باسم بوكو اف 4 5G مع معالج سناب دراجون 870 سوك. وقد أعلنت بوكو عن هاتف بوكو اف 4 جي تي المزود بمعالج سناب دراجون 8 جين 1 في أبريل. وستكشف الشركة قريبا عن هاتف بوكو اف 4. لم تكشف بوكو عن ورقة مواصفات هذا الهاتف حتى الآن، لكن الفرع الهندي للشركة أعلن اليوم أن الهاتف الذكي سيتم تشغيله بواسطة معالج سناب دراجون 870 سوك. وتم تسريب صور البوكو اف 4 5G المزعومة مؤخرا، حيث كشفت عن إعداد كاميرا ثلاثية على الجزء الخلفي من خلال كاميرا بدقة 64 ميجا بيكسل مزودة بمثبت بصري OIS. تم رصد الهاتف الذكي أيضا على كيك بنش قبل بضعة أشهر مع الأندرويد 12 وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت. ويقال إن البوكو اف 4 5G هو ريدمي كي 40S الذي أعيد تسميته بكاميرا أساسية عالية الدقة 64 ميجا بيكسل بدلا من 48 ميجا بيكسل في الكاميرا الرئيسية. وتشمل بقية مواصفات ريدمي كي 40S شاشة 6.6 إنش من نوع أموليد بدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وكاميرا سيلفي 20 ميجا بيكسل ومستشعر بصمة مثبت على جانب ومكبرات صوت ستيريو وبطارية ب 4500 ميلي أمبير مع شحن 67 واط. برأيك ما هي أفضل ميزات هواتف بوكو بشكل عام، وكيف وجدتم هذا الهاتف الرائع القادم من بوكو والجديد هاتف بوكو اف 4 5G؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.